من ضمن الحاجات الانسانيه والجميله جدا هنا بقى، يعني دور الزوج في مسانده زوجته. اليومين اللي فاتوا ظهرت صوره على السوشيال ميديا لزوج بيساند زوجته المريضه بكانسر او بسرطان، ان هو واقف خارج المستشفى ومسك لها لافته بيقول انا مش قادر اكون معاكي لكن انا دايما موجود. زي ما حضراتكم شايفين معانا كده على الهواء، ان هنا المفروض دي زوجته المريضه بالكانسر، وهنا المفروض هي بتاخد العلاج الكيماوي بتاعها، ولكن الفتره اللي فاتت كان هو يمكن متواجد معاها بشكل كبير جدا، طبعا يعني في مرحله علاجها داخل المستشفى، لكن عشان خاطر الاجراءات الوقائيه من المستشفى بعدم وجود اي حد يدخل المستشفى الفترة الحالية علشان خاطر طبعا الكورونا وخلافه، فقرر ان هو برضه يكون موجود معاها ويساندها، لكن بيساندها بشكل مختلف واقف، يعني ما فيش حاجة تمنعه ان هو هيشوفها، انا موجود معاكي حتى لو انا واقف بره المستشفى. وهي اللي صورت على فكرة الصورة اللي احنا شفناها من شوية، وحاجة برضه محترمة جدا، واغلبية الناس طبعا كمان تداولت الصورة بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. على فكرة الحاجات دي الواحد برضه يعني بيتبسط بيها، يعني بحس كده ان لما حد برضو في ظل الازمات دي واقف مع زوجته، واقف مع والدته، واقف مع والده، واقف مع اخوه، مع صاحبه في يعني في الازمه اللي تعتبر يعني عالميه، وبرضو هو بيمر بظروف خاصه او بظروف يعني يمكن مع الكورونا، لكن هو برضو متواجد معاه مش سايبه.